لو الحكاية فيها إن فيتو بدليل إن إحنا بنبقى على المعابد وبنبقى على الكنائس وبنبقى على كل شيء، وعم الحضارة الإسلامية ما اعتدت على حضارة أخرى وأزالت معالمها، في حين إن أنت بتقول بعض الحضارات أزالت ما قبلها. الإسلام لم يعمد إلى تشويه أي حضارة سابقة، بل استوعب كل الحضارات وأفاد منها. طبعاً. أدي واحد. فيكون إن جت ناس حاولت تطمس معالم الحضارة اللي قبلها بلون من ألوان التعصب اللي إحنا بنرفضه الآن، زي اللي كان بيطلع يقول لك إحنا هنكسر ونعمل ونغطي. هذا التشدد اللي إحنا بنرفضه وهذه العصبية اللي إحنا بنرفضها حدثت في أديان سابقة، وده بيأكد إن التشدد والعصبية مش مرتبطة بدين، ولو هترتبط يبقى مش بالإسلام. أمر اللي أنا أكاد أجزم به من خلال الرؤية إن مصطلح الآلهة عند القدماء المصريين لم يكن بالمعنى اللي احنا فاهمينه، إن ده الإله بمعنى رب. لا، هو كان اختلط في التاريخ الفرعوني تأليه الحكام، إن أصبح الحاكم، لأنك استحالة يكون كل حكام الفراعنة مع الوزير ممكن تفضل معاه. لا مش مشكلة. لما يجي يقول لك ده إله وده إله وده إله ويطلع عندك 60 مليون إله، فليس معنى ذلك ان المصريين بنوا هذه الحضاره وكانوا من الغفله والخيبه ان يبقى عنده 300 مليون اله. لكن هو كانت تقدر تقول كده اله مصطلح مؤسف.